واحد من صغير مدفع قد كلمونا حسام الشغلاني هو هذا والتونيك عين انتهينا طب انا مش صغار لا اسمع عليك جالس في عاد جارتنا المسكينة تحت كده حطت صادقة كده شباب كلهم عقل حار أنا ممكن أخذهم أنا زحف كلهم أنا الوحيد اللي يعني بس بداية الحار السودة قلت الله الحمد لله بس شوف السواد خليتين على مين والله ما رضيش تغير اللاقية صورة تعز هذه صورة باب الخزانة فوق هي الخزانة اللي في العسكري والخزانة اللي في فوق بالمقلية والخزانة اللي كذا رجعت في تعز طوالي تفاجأت أول ما دخلت البيت والبيت كله سواد أول ما شفته لا عند أسهل لا عند اللابتوب والصور أتفاجأ طبعا وأوريكم الصور والعلاقيات يعني مسودات حق نفس الألبومات خذينا قطعة سوداء كامل نقينا الحمد لله يعني من الحريق يعني افتح قلت أهم حاجة أن الصور هذه الحمد لله أنه كنز هذه لليمن والله مش لي يعني صور بشكل عام تاريخية يعني صور يعني توثق لليمن فترة الستينيات كامل يعني بكل شيء يعني بشخصيات بشوارع بمباني بكل شيء سلبة تخرج تخرج هاي صورتها في عام 64 فوق الجمل تم البحث عن هذا عن الصور من مواقع النت عن طريق مراسلات لأجانب لسياح عن طريق الفيسبوك جمعنا الجمع الأكبر الكبير جدا وأعتقد أنه الآن اللي موجود لتعز أكثر من 10,000 صورة يعني اللي موجود معي كثير جدا الصور في بعضها ما نشرتش يعني زيد خلاص ما تم تجميعه من صور قديمة لليمن بشكل عام في حدود 12,000 صورة بالنسبة لمدينة تعز مدينة تعز اللي جمعناها اللي جمعتها وحصلت على صور وصول محتفظ في بها أكثر من 2800 صورة 250 صورة تقريبا سلمت لمؤسسة سعيد قبل الحرب وبعض الصور موجودة معي في اللابتوب هذه غير الـ غير الـ غير الأصول يعني الألماني هارتمان الصور كأقدم صورة لمدينة تعز كانت في عام 1901 للرحالة الألماني هارتمان في عام 1901 زار اليمن في عام 1901 و 1907 و 1909 التقط لمدينة تعز ثلاث صور هذا الرحالة والتقط لمدن اليمن الثانية جنب بيت الصليب